روحت هنا؟ أنا من يوم 24، يوم 24 أنا هنا. زين بالنسبة يعني الأكل شربك الملابس هذا ترجعين لأهل شلون؟ بصراحة يعني أنا أكثر شيء مشتاقة لهم الأكثر الناس هي أهلي. يعني أكثر شيء إنه أنا عايفة ابني وابني أغلى شيء عندي، فأنا كلش مشتاقة له. يعني جبت يوم واحد هنا رابطت بيه بساحة التحرير وكلش مشتاقة له، يعني كلش، لأنه يمكن أحس إنه مقصرة كلش وياه، يعني كلش مقصرة. ما تقدرين ترجعين تشوفي؟ إيه لا ما أقدر، ما أقدر، لأنه قضيتي لازم أكملها. يعني أنا نزلت هنا على مود أكمل قضيتي وما أقدر أشوف الناس. أنا تعرفين من الناس اللي دائما إنه أخلي إنه أشوف أحد جوعان، ما أقدر أكل، أقول لهم لا خلي أكمل كل شيء وأبقى جوعانة إلا ما أكمل.